هذا كنشكر قناه الفجر على هذا الشيء اللي جات مثلا هنا عطاتنا في هذا الشيء، وكنشكر اللاعبين على هذا الفوز، وكنشكر كامل اللاعبين اللي قاموا بهذا الكره هذه وعاونونا في كل شيء. كنهني اللاعبين على هذا الفوز، كنشكر سعادة الرئيس والمكتب كامل اللي عندنا كنشكرهم، وكنشكر الجمهور ديالنا يعني اللي ساندنا في هذه ثلاثة نقاط. رانا فرحانين بهذا الفوز اللي هذه اللحظة اللي رانا شوية، وكنشكر كاع المكتب يعني، وكنشكر اللاعبين كامل. وشكرا. أول حاجة بعدا تنبغيو نشكروا قناة الفجر الصبار على هذه التغطية، والحمد لله بعدا هذه المباراة هذه بعدا ما كانت سهلة، اللي عارف فريق الرياض جاء خاسر جوج ماتشات قبل، وحنايا الحمد لله العزيمة الدراري تلقينا ان شاء الله ثلاثة نقاط اللي غادي تخلينا ان شاء الله نكونوا شوية بعدا نصوفيو شوية. وتنشكر كل من المكتب الموسيقي، لا من المدرب، لا من سعادة الرئيس، لا من كل شيء. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر قناه الفجر على التغطيه ديالها، وخصوصا العناء ديالها اللي جات من مدينه قنيطره حتى لمدينه وجده باش دير التغطيه لهذه المقابله هذه اللي كانت مقابله هامه بالنسبه لنا. الانتصار ديالهم كنشكروا فيه جميع اللاعبين اللي قاموا بتضحيات كبيره، والطاقم التقني والاداري والمكتب المسير. فالفوز انعشنا، وتقريبا المقابله ديال 6 ديال النقاط، لان دابا كنلتحقوا بالكوكبه الثانيه تاع الترتيب ديال القسم الوطني الثاني. الهدف ديالنا هذا الموسم هو الدفاع على البقاء ديالنا في القسم الوطني الثاني ان شاء الله، وغادي يكون مكسب لنا، حيت كما يعرف الجميع ان الفريق دار مجموعه ديال التغييرات تقريبا 91 حتى 85% ديال التركيبه البشريه ديالو. حنا كما شفتوا وتبعتوا المباراه ديال اليوم اللي كانت مباراه شيقه، عندنا تقريبا جميع اللاعبين كلهم شباب، كلهم يعني عندهم رغبه باش يحققوا معنا ان شاء الله البقاء ضمن القسم الوطني الثاني. كنشكروا كذلك اللاعبين اللي جاونا من مدينه قنيطره اللي عطاوا واحد الدفعه قويه للفريق، كنشكروا كل واحد بالاسم ديالو. جبنا لاعبين يعني باش يدعمونا وباش يعطيونا واحد الدفعه ان شاء الله للفريق ديالنا. نتمنى ان شاء الله باش نلعبوا على المراتب الاولى، ولما نلعبوا حتى كذلك على 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 المراتب الاولى كما قلت باش نحسنوا الوضعيه ديالنا ان شاء الله، حيت حنا دابا توجدوا يعني في وسط الترتيب ان شاء الله. المباراه القادمه غادي نقولوا الكلمه ديالنا. كنعيشوا حنا ماشي غير هذه السنه، منذ الصعود ديالنا للقسم الوطني الثاني 2011 تمكنا باش في سنه واحده نطلعوا للقسم الوطني الثاني، من بعد لعبنا سنه واحده في القسم الوطني الثاني صعدنا للقسم الوطني الاول. كما كيعرف الموقع الجغرافي ديالنا، وخصوصا حنا كنوجدوا يعني في ابعد نقطه في المنطقه الشرقيه مدينه وجده على الفرق المنافسه ديالنا اللي موجوده في الشمال وفي الغرب. هذا اثر علينا بشكل كبير باش يخلينا ندافعوا على المكانه ديالنا في القسم الوطني الثاني. كل سنه كنلعبوا على المراتب الاولى، هذه السنه هذه درنا موسم يعني في البدايه ديالو كان شويه خايب، ولكن الحمد لله دابا حنا في مسار تصاعدي. نتمنوا ان التوليفه البشريه اللي راه عندنا دابا في الفريق تمشي من الحسن للاحسن ان شاء الله باش نحققوا الهدف ديالنا. عندنا كذلك مجموعه ديال الاكراهات اللي هي اكراهات ماديه، كما عرفتوا دابا جل الفرق كتعاني بالمشكل المادي، خصوصا الدعم اللي ما كيبقاش كيتعطى من المجالس المنتخبه. فنتمنى ان شاء الله باش الناس والغيور على هذا الفريق هذا يدعموه، خصوصا الممثل الوحيد ديال مدينه وجده وكذلك الممثل ديال الجهه الشرقيه ان شاء الله. نتمنوا من هذا المنبر هذا ديال قناه الفجر مشكوره باش الناس تستجب لينا وتفكر في هذه الفقره هذه باش تبقى دائما كتمثل المنطقه الشرقيه ومدينه وجده بصفه خاصه على مستوى البطوله ديال القسم الوطني الثاني. السلام عليكم. كنظن ان هذا الشيء ما غيأثرش ان شاء الله، كاين اخطاء ما كنقولوش ما كاينش اخطاء، كاين اخطاء وغنحاولوا في قادم الوقت ان شاء الله باش نتداركوا هذه الاخطاء هذه ان شاء الله مع المدرب، وغناقشوا هذا الشيء مع يعني الناس ديال الجمعيه هما اللي يعني على ضوء يعني التقرير اللي غنكتب ان شاء الله بحول الله على ضوء داك الشيء، ونحاولوا ما يمكن نزيدوا القدام بالجمعيه ونزيدوا القدام بالدراري ان شاء الله. نتمنى التوفيق.